أخبار اليوم. دولة قطر العميلة وبنوجهها لتركيا اردوغان، بنقول لهم ان الجيش المصري ابدا لن ينتصر. الجيش المصري جيش امة عظيمة، جيش شعب عظيم، الشعب المصري باكمله هو ذخيرة للجيش المصري، كلنا فداء لمصر. جينا النهارده نترحم على ارواح شهدائنا ابطال مصر الحقيقيين اللي ضحوا بارواحهم فداء مصر وتراب مصر. جينا نقول لهم ان كلنا معاكم، كلنا بنقدم ارواحنا فداكم، بنحط ارواحنا كلها وبنحط نفسنا تحت صرف الجيش المصري. مصر تخوض معركة ضد اعداء مصر الاقليميين والدوليين. ان شاء الله الازمة وتكاتف الشعب المصري وتكاتف جيش وشعب وشرطة مصر، ان شاء الله نعدي المحنة ديت، وباذن الله ستحيا مصر وتعود لريادتها للمنطقة بأكملها، وتعود مصر كما كانت دائما هي حصن العرب المنيع. إن شاء الله جيش مصر مش بس هيحمي حدودنا ضد المعتدين، وإنما سيحمي الوطن العربي كله. اللي وقف النهاردة علشان نقول للعالم إن إحنا واقفين ورا الجيش اللي بتعناه في محاربة العراق، إن إحنا الجيش والشرطة والشعب إيد واحدة، عشان الناس كلها تشوف إن إحنا مدعمين كلنا يعني مع بعض إيد واحدة بنحارب الإرهاب، وإن إحنا مش هنقبل اللي حصل لنا، وإحنا مش هنبقى لا زي سوريا ولا زي العراق ولا زي ليبيا. إحنا هنفضل مصر، هنفضل كلنا متماسكين، هنفضل كلنا إيد واحدة، هنفضل كلنا مع بعض. لا للإرهاب، ونعم للجيش والشرطة وكل مؤسسات الدولة والقضاء. القضاء طبعا مش كلام، ماشي. ولا لأردوغان الخاين العميل، لا للإرهاب، لا لقطر وموزة والزبالة اللي عندها كلهم، ولا لكل خاين وكل عميل. جيش بلدنا وشرطة بلدنا، وبنقول خلاص يا جماعة، ولا لتركيا، لا لأردوغان. الشعب التركي طبعا حبيبنا، لكن لا لأردوغان ولا لأمريكا، واحنا قدهم. فالنهارده بنقول لا للارهاب الاسود الذي يعصب بكل شيء كويس، زائد ان طبعا ما صدقنا بنقول ونتعافى عشان نبص نلاقي ضربات ورا ضربات وحاجات غريبه وصدمات لمصر كلها في شهدائنا اللي ماتوا دول بدون اي ذنب. تحيا مصر، تحيا مصر.